أخبار اليوم. إن لم تكن أنت تحبها فهي تحبك. فلما لا تتخذينه زوجا لا طبيبا؟ لكن بشرط. أي شرط؟ أن تعطاني قيدين. ومعنا نجمة من نجمات أوراق التوت، أسماء، زوجة الطبيب ابن أحمد أو نورهان. نورهان أهلا بك يا نورهان. أهلا وسهلا بك يا حبيبتي. بداية أنا بحييك على الدور، شفنا أداء منك رائع وده مش غريب عليك، يمكن تيمة أستاذ زيني إسماعيل كان وش السعد عليكي في يسوق العصر، فكلمينا عن التجربة التاني لقاء معاه وإزاي شايفة العمل. والله الحمد لله انا من حظي طبعا اشتغلت مع استاذ هاني تاني، ودي مش المره التانيه، دي المره الثالثه. اول مره كان لما اختارني في مسلسل سوق العصر، وكتر خيره هو انا بدله بالفضل في كل الكارير اللي انا ربنا كرمني واشتغلت فيه. يعني اول حد علمني التمثيل، واول حد تحمس لموهبتي، وفي سوق العصر الدور ده هو اكتر حاجه تقريبا معلمه مع الناس لحد النهارده. وبعدها عملت مع مسلسل وحلقة الطيور نحو الشرق، كان بطولتي أنا وفتحي عبد الوهاب، وكان من المسلسلات من ملفات المخابرات، والكاتيجوري دي من الدراما نادرة جدا مش متحققة كتير عندنا، يعني اللي هي زي رأفة الهجان والحاجات دي. وده الحمد لله تالت تجربة، وكنت مبسوطة جدا لأن أنا كان بقالي فترة مش بشتغل، ورجعت يا دوبك السنة اللي فاتت في ابن حلال ورجل الغراب. وبعدين تفائلت جدا لما عرفت انه استاذ هاني دخل مسلسل ومرشحني فيه، وكمان مسلسل ديني، مسلسل اسلامي، وانا بحب جدا الرساله اللي من ورا العمل، وبحب جدا اجواء وديكورات وجماليات وملابس للعمل، واللغه العربيه قد ايه ممتعه ومغريه ان الواحد يعمل فيها اداءات مختلفه ويبين فيها قدرات لو موجوده، يعني قدرات تمثيليه لو هي موجوده. يعني نورهان اسمحي لي، انا في مشهد استوقفني النهارده وشوفه حلقه كان النهارده، يعني ظهرت بقى غيره الزوجه، يعني رغم ان انت باينه شخصيه متزنه، الزوجه اللي دايما بتساند جوزها في الحق وفي الامور اللي هي الكويسه الطيبه اللي بنشوفها، لما جت قارن نفسها بغيرتها لما تقرب اكتر للامبراطوره، كلمينا عن المشهد ده بقى، ظهرت الست او المراه الغيوره على زوجها. والله هو ده من المشاهد الجميله اللي عشانها يمكن انا حبيت الدور اكتر من انه مجرد انه زوجه مسلمه لطبيب مسلم في مكان غريب ما يعرفش الاسلام. يعني شويه قد يبدو تقليدي انه هي تبقى طيعه ولطيفه وبتسمع الكلام وبتسبورت هيم كده، ويعني انما اللطيف في الموضوع ده ان هي شخصيه واقعيه، هي مش ملاك بجناحات، يعني هي عندها مشاعر، متدينه وبتطيع زوجها وكل حاجه، بس غصب عنها بتغير، وغصب عنها لما تلاقيه بيهتم بواحده تانية او واحده تانية بتهتم بيه، وهي التانية دي جميله وذات سلطه ومكانه، غصب عنها بتتأثر، وغصب عنها بتبقى عندها حنين لبلدها. أسماء انه انا مش عايزة اقعد هنا، عايزة ارجع بلدي. فده اللي عجبني جدا في الدور، ان هي إنسانية، بشر يعني، ما هياش ملاك. بالظبط كده. فده من اكتر المشاهد اللي كنت بستمتع بيها، لان هي عندها دايما صراع، في كونفليكت انه اسمع كلامه واعمل اللي ربنا بيقول عليه والدين بيقول عليه، طب وايه المشكله لما اعترض؟ ما هو برده انا من حقي ان انا ابقى عندي افولو ماي هارت، يعني او امشي ورا مشاعري، او ان انا يبقى عندي تعبير عن اللي جوايا. فده اللطيف في الموضوع، يعني نوراني يمكن مش فلات كاركتر يعني. لا طبعا اكيد. وكان ادائك بصراحه يا نورهان كان تحفه، يعني كان حقيقي. نورهان يمكن الاعمال التاريخيه او الاعمال الدينيه عشان اللغه العربيه الفصحى بتشكل عائق لبعض الفنانين او ما بيبقاش الاقبال عليه، كلمينا عن تجربتك معاها وشايفاها ازاي، وهل كان في صعوبه بالنسبه لك؟ والله مش هنكر انه كان في صعوبه في الاول، بس استاذ هاني والاستاذ علي مصحح اللغه العربيه وكل الناس كانوا بيساعدوني جدا، وبعد كده هم قالوا يعني ان انا كويسه في الموضوع ده وان انا بادي باللغه العربيه كويس، والحمد لله هي مش عامله لي ازمه. واللي كان يهمني بقى اكتر في الحكايه دي ان انا اتعود اني افكر باللغه العربيه اصلا، ده ساعدني كتير، لانه انا مجرد ما شلت الحاجز واقنعت نفسي انه الناس دي كانت ده الطبيعي بتاعها، هم بيتكلموا كده عادي، يعني ده وبيفكروا كده وبيصحوا من النوم بيتكلموا كده، وانا اصلا من محبي القراءه جدا ومن محبي الشعر جدا باللعاميه وبالفصحى،
فالحكايه الحمد لله ما خدتش وقت على ما دخلت جواه ده، انا بقيت بتكلم في البيت باللغه العربيه بعد شويه قلت جربها عادي جدا وحبيت نورين. عايزاكي يعني تفشيلي سر كده، تقولي لي اصعب مشهد او المشهد اللي فضل دايما ارقك ان انت تاديه، قولي لي بقى الكواليس عامل كان ازاي. والله الحمد لله بمساعده الكرو كله وعلى راسهم استاذ هاني، يعني انا ما فيش صعوبات فظيعه عدت عليا خالص، يعني الحمد لله ما اذكرش ان كان في حاجه تقيله على قلبي او عندي مشكله معاها، بس بالعكس كانت مشاهد اغلبها لطيفه، وبالذات كمان اللي مع الاستاذه الجميله صابرين انا بحبها جدا على المستوى الانساني وعلى المستوى الفني، يعني هي طبعا انا اخر حد يقول رايه فيها، بس رايي المتواضع ان هي عامله حاجات عظيمه في المسلسل ده، وكمان مشاهدي اللي بتجمعني بيها بحس كده ان انا على طبيعتي وعلى راحتي، وان انا مطمنه في احساس بالاستقرار والامان جوايا، يعني حاسه انه مفيش يعني مفيش حد ممكن يعمل معايا حاجه تضايقني، لا هي ولا استاذ هاني، حاسه بالامان يعني في المكان ده. فمبسوطه جدا بالمسلسل ده وفخوره بيه جدا والله. اكتر مين من الشخصيات العربيه لفتت نظرك العمل؟ طبعا احنا عارفين بيضم كوكبه من النجوم العرب، الشام والخليج ومصر، تكلمينا المشاركه دي، واكتر حد كان قريب لك او كنت شايفاه بشكل تاني ومبسوطه تعاونتي معاه؟ والله انا للاسف ما ساعدنيش الحظ ان اشتغل مع كتير من الزملاء من جنسيات اخرى، بس ليه مشاهد كتير مفروض مع دكتورة نبيلة اللي هي عاملة دور ديما الخالة ديما، وزوجها المفروض ممثل الفنان الأستاذ محمد بخش. المشاهد اللي عملناها مع الكابل دول أنا والأستاذ كمان المفروض زوجي في المسلسل، حبيت جدا المشاهد وكانت قريبة لقلبي جدا يعني، وبصراحة مشاهد المسلسل كلها كانت ممتعة جدا بالنسبة لي الحمد لله. أكيد. من أوراق التوت لرجل الغراب، هي رجل الغراب، كلمينا برضو عنها والجزء التاني اللي انتوا بتحضروه. والله لسه ما فيش أي ملامح باينة، بس الحمد لله رجل الغراب لقى نجاح كبير والناس حبته وارتبطت بيه، وعلى شوق كبير ان هم يشوفوا الباقي، وانا مبسوطه انه ان شاء الله في خطوات بخصوص الجزء الثاني، وما اعرفش عنها اي تفاصيل، بس مبسوطه انه في خطوات الحمد لله. نورهان بعد العوده حاسه الدراما استعدتيها بعد ما كنت فتره محققه طبعا النجوميه والتواجد، فتره العوده ثاني حاسه ابتديتي تستردي وضعك او مكانتك الاصليه؟ والله الحمد لله انا مبسوطه جدا بالشغل اللي انا شاركت فيه السنة دي. مسلسل حالة عشق بالنسبة لي نقلة عظيمة، لأني بعد 15 سنة تمثيل أول مرة أعمل دور شريرة، الناس كلها مصدومة فيا. شخصية الوجه الملائكي بالظبط كده، بتجيلي كومنتس على الفيسبوك غريبة عجيبة، إحنا بنكرهك جدا، إحنا مخنوقين منك آخر حاجة، عارفة اللي هو ربنا يستر يا رب، يعني مش عارفه الناس كل الترا اسماعيل عز الدين طبعا كلهم بيكرهوني يا جماعه، والله العظيم انا بحبها في الحقيقه وهي بتحبني، بس الحمد لله يعني هو نوع من التغيير، ولغايه دلوقتي بيقولوا ان انا عامله كويس، يعني يا رب يكون ده حقيقي. وطبعا طبعا فرحه قلبي بقى السنه دي كبيره جدا، الف ليله وليله، حلم كل بنت من وهي عندها 5 سنين انها تعمل دور برنسس، انا بعمل برنسس نورين شاه اخت الملك شهريار، شخصية كومبليكيتد جدا وحنونة جدا وفي نفس الوقت قوية جدا، وهي اللي بتحابي على العيلة، وهي اللي طول الوقت بتقول لهم المسألة مش مسألة مين الملك ومين اللي هيحكم، انتوا في الاخر اخوات، ويعني شخصية بديعة رائعة الجمال، وانا استمتعت جدا بالعمل في مسلسل الف ليلة وليلة، والحمد لله انا كنت محظوظة جدا كمان السنة دي اشتغلت في مسلسل دنيا جديدة مع الاستاذ حسن يوسف، وعمل دور انساني جدا وبيتكلم عن مشاكل للبنات اللي هم بيبقوا من وجهة نظر المجتمع هي فيها كل المواصفات اللي تخليها تصلح انها تبقى عروسة كويسة، ولكنها لم يسعدها الحظ ان يبقى في حد يقدرها، يعني حد بنت متعلمة كويس واخلاقها كويسة ومن اسرة كويسة وعلى قدر من 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 حسن الشكل وكل الحاجات متوفرة فيها، ولكن ابتلاء من ربنا انها ما حصلش انه اتجوزت او ارتبطت. فمن وجهة نظر
دينية وقدرية وتسليم للقدر، هي المفروض بتتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ انا الحمد لله شايفة ان انا ربنا كرمني جدا وحققت جزء كبير من امنياتي السنة دي في المسلسلات اللي انا شاركت فيها، ومحظوظة بها جدا، ويا رب يكون رد الفعل عند الجمهور زي ما انا حاسه انه هيكون. يعني انت دايما بتبقي احساسك صادقه وادائك دايما متميز، ده بجد يعني يا رب الجمهور لك يا رب. نهائيا بعيدا عن الاعمال اللي انت مشاركه فيها، بتحرصي على متابعه اعمال لزملاء اخرين؟ ايه العمل اللي لفت نظرك؟ والله في حاجات كتير جميله جدا، اهمها اللي انا قادره اتابعه، يعني مش قادرة اتابع كتير اكتر من حاجة او اتنين لاني لسه بصور برضو، بس لفت نظري جدا مسلسل حواري بوخارست. وحواري بوخارست واخدني جدا من اول تتراته لحد اخر كلمة بتتقال في التتر النهاية، في التتر النهاية، او بشوف حواري بوخارست 3 مرات في اليوم تقريبا يعني. بالضبط كده. مسلسل بديع، انا من وجهة نظري يعني انا حاسة انه لطيف بشكل استثنائي، يعني على كل مستويات، على الدراما ومستوى الصورة والجماليات والإنسانيات، كل حاجة فيه عجباني جدا. للأسف ما عرفتش أتفرج على حاجات تانية، بس حاسة أنه مسلسل شيرين جميل جدا، ومتشوقة جدا أن أتابعه بقى. وحارة اليهود هموت وأتابعه بقى بعد رمضان، ربنا كده يسهل إن شاء الله وأعرف أشوفهم. شفت لقطات كده تجنن يعني. هو فعلا في أكتر من عمل ينالوا حظهم ممكن في العرض التاني، لأن أكيد الناس قولي لنا رهان، ايه الجديد بتحضري الفتره الجايه ولا لسه؟ وعايز اعرف في حاجات سينما ولا لسه؟ والله بقى الجديد ده في علم الغيب، ربنا، انا بسيب الامور على ربنا. انا السنه اللي فاتت كنت بتمنى وبطلب من ربنا ان انا اعمل حاجه تكون مسلسل ديني مودرن، ومسلسل يكون فيه الاجواء التاريخيه اللي انا بحبها. الحمد لله ربنا بعت لي السنه دي، مش عارفه ما شاء الله، الحمد لله يعني كانه فعلا الحمد لله الحمد لله. فانا زي بقى ربنا مش بحضر لحاجه لسه، واللي هيجي لو مناسب ربنا يكرم يعني. على العموم احنا بنتمنى كل التوفيق، وانت دايما بتواجدي في عمل بيبقى يحمل رساله وبيبقى ادائك فيه متميز، واحنا مش عايزين نعطلك عشان احنا واخدينك من التصوير دلوقتي واخر مشهد هتعمليه. لا لا، انا مبسوطه جدا اني كنت معاكم النهارده، وده فعلا اخر مشهد ليا واخر يوم ليا في المسلسل، وهيحصل مفاجاه الناس بقى ان شاء الله تتابعها في الحلقه 15. اه تصريح من نوران بتقول مفاجاه. في دورها. ايوه جامده جدا. كل التوفيق وان شاء الله هنشوف المشهد برضه ان شاء الله. ميرسي جدا يا حبيبتي، شكرا لكم.